السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الموديول السابع الخاص بالأجر ستورج، وفي الجزء الخاص بالسيكيوريتي على الستورج اكونت الخاص بينا. في الفيديو اللي فات احنا اخذنا الاكسس بوليسي، عرفنا ايه هي وعرفنا هي بتعمل ايه والسيناريوهات اللي ممكن تقابلني تخليني استخدمها. هنتكلم النهاردة عن الميوتابل بلوب ستورج او التخزين غير قابل للتعديل. لو قلنا كده انه عندي حالات معينة بتجبرني اني افرض عدم تعديل البيانات اللي موجودة اصلا على البلوب. انا تخيل السيناريو ده، انا عندي هنا بلوب جواها ايه؟ جواها داتا من اي نوع بقى، خلاص اوكي تمام. الداتا دي هنتخيل ان هي مثلا خاصة بشركة ادوية او شركة رعاية صحية، او البلوب شايلة ابليكيشن خاص ب يعني مستودع سيارات whatever. الشركة صاحبة الابليكيشن اللي موجود اصلا في البلوب ده افلست، تمام؟ الشركة افلست، فكإجراء قانوني من المفترض ان كل الاصول الخاصة بالشركة دي يتم التحفظ عليها. وخلي بالك او نخلي بالنا ان من ضمن الاصول هي الابليكيشن والداتا. الموضوع مش مجرد ان هو ابليكيشن فعليه داتا او عليه قواعد بيانات او عليه ويب سايت، لا، الحاجات دي تعتبر اصول، فالاصول دي برضو بيتم الحجر عليها. فعلشان احجر عليها وعلشان اخليها محدش يقدر يدخل يوصل لها يلعب او يعدل، لو مثلا بين الشركة ديت وبين جهة ما نزاع قضائي او نزاع قانوني، فالمحكمة بتأمر بان الاصول ديت لا يتم التصرف فيها او لا يتم الوصول اليها اصلا. فبالتالي انا هنا بحتاج حاجة اسمها الـ immutable policy او البيانات غير قابلة للتعديل. ده سيناريو من السيناريوهات. ممكن برضو، ممكن من غير ما يبقى فيه نزاع قانوني، من غير ما يبقى فيه عملية من عمليات الإفلاس، من غير أي شيء، أنا ك بورتال ادمنستريتور أو أنا كديفلوبر يطلب مني إني أعمل أبلكيشن معين بيستور بيانات، البيانات دي فقط إنه يتم كتابتها، ولكن لا يتم بعد كده، بعد عملية الكتابة ما يقدرش أي كائن من كان يعدل عليها. طيب زي إيه؟ هنتخيل إن في مثلا جهة حقوقية، مثلا مكتب محاماة. المكتب ده بيتعامل مع ايه؟ مع ديكومنت. الديكومنت ديت فيها قواضي وفيها احكام وفيها مش عارف عرايد وفيها وفيها. من المفترض انه الدعاوى بعد ما تترفع لا يتم التعديل عليها، صح كده؟ ده قانون. او الاحكام بعد ما تصدر لا يتم التعديل عليها. فبالتالي الشخص ده وهو بيستور بيانات من نوع القضايا أو الدعاوى القضائية، هو هيخزنها في البلوب فهيضيف، لكن يجي يعدل بقى في الدعوى نفسها يقول له شكر ممنوع. فأنت برضو ممكن تطلب منك كأدمستريتور أو كديفلوبر، وعلى فكرة يا شباب الكلام ده ما أعتقدش إن حد هيقوله لك، ولا هتلاقيه في محتوى عربي ولا أجنبي ولا كائن من كان. وأنا مش بقول كده افتخارا، أنا بقول كده علشان حضرتك تركز. مش هتلاقيه والله صدقني، لو لقيته هتلاقيه على نطاق محدود جدا، ومش في ليفل الادمنستريتور اللي حضرتك بتاخده، لا ده في ليفل أعلى قد يكون الاركتكتشر. تمام، يبقى عرفنا ايه هو التخزين غير قابل للتعديل، سيناريوهات المستخدمة ليه. تعالى نعمله بشكل عملي. لو رحنا كده على البورتال هلاقي وانا واقف في الاكسس بوليسي، خلاص احنا عرفنا الفيديو اللي فات ازاي نعمل اكسس بوليسي وعملناها بالفعل اهي، ما زالت موجوده. وقلنا ان انا ممكن اعدل على ديت بانه ديليت مثلا او اعدل الوقت أو. تمام، هنا بقى الاميتوبل بلوب ستورج، البلوب غير قابله للتعديل. اوكي تمام، يعني هخلي البلوب ديت اللي انا واقف عليها، لو رحنا كده
انا واقف على بلوب اللي هي بلوب 1 اوكي، او ممكن اقف هنا باي بلوب. وخلي بالكم الحاجات دي مش يعني ما ينفعش تعملها على فايل شير ولا على تيبل، لا هي بس بتتعمل على البلوب اوكي. يعني لو رحنا كده واخترنا الفايل شير اساسا مش هيتيح ليا ان انا اعمل بوليسي ولا اعمل ميوتبل ولا اعمل اي شيء. فبالتالي هو هنا الفيديو اللي فات والفيديو ده بنتعامل فقط مع بلوب. تمام، هدخل كده البلوب، وهدخل مثلا على بلوب 1، او خلينا نشتغل النهارده على بلوب 2. وهنا هقول له ايه، انا عاوز اعمل اكسس بوليسي. البوليسي هتبقى في اشوف يعني احنا عاملين بوليسي على البلوب ديت. هنا هقول له انا عاوز اعمل اميوتابل بلوب ستورج او بلوب غير قابله للتعديل، او اخلي البلوب اللي انا واقف عليها ديت محدش يقدر يعدي عليها. طيب على فكره حد ممكن يسال، طيب لو في بوليسي بتتيح فول اكسس، مفيش الكلام ده، ديت هتلغي اي شيء. انا عايز اقول لك ان حتى لو انت عامل بيرميشن او عامل فول اكسس لسيم من الناس، ان هو مثلا كونتربيوتر او واخد تحكم كامل، مش هيقدر يعمل اي شيء على البلوب دي بعد ما حضرتك تعمل البوليسي ديت. خلاص مش هيقدر يعدل اطلاقا ولا هيقدر يحذف اطلاقا، هو ممكن يقدر يضيف ما عندهش مشكله. طيب اد البوليسي، فيسألني البوليسي دي نوعها ايه؟ هل هي ليجل قانوني يعني حجر بقى قانوني ونزاع قانوني وحاجات قضائية، ولا انت هتعملها لمدة زمنية معينة بعد انقضائها خلاص البوليسي دي هتوقف تلقائيا. فخلينا نقول مثلا ان هي تايم بيست، وقت محدد. طيب هيقول لي هنا، طيب التايم بتاعك البوليسي دي هتطبق لعدد كام يوم؟ المينيمم يا شباب يوم، المينيمم يوم. طب الماكسيمم 146 ألف يوم أو تقريبا 400 سنة أوكي. طيب هقول له والله البوليسي دي هتطبق لمدة 5 أيام مثلا. هنا هيقول لي طيب allow الاديشنال بروتكتد appended. اهي احنا قلنا واحنا بنشرح البلوب ان في 3 انواع، وفي نوع اسمه الابندد او الالحاقي اوكي، ان هو انت بعد ما بتعمل البلوب في نوع بيستخدمه البروجرامر باستخدام الاي بي اي او باستخدام الكودينج دوت نت وغيرها، ان هو بيلحق بيانات ببلوب موجوده اصلا. فهنا لو قلت له allow protected appended مش هيقدر الراجل ده ان هو يضيف، لكن لو ما قلتلوش ممكن يقدر يضيف. فهنا كمستوى امان اعلى، او ان انا هوقف كل شيء، هوقف تعديل من اي نوع، فهقول له كمان انا مش عاوز حد يضيف ولا يلحق ولا يعمل اي حاجه. هقول له هنا اوكي. هياخد من البوليسي وهي يفعلها لي. يبقى كده انا عملت ايه؟ انا عملت بوليسي بتقول ان البلوب ديت اللي هي كانت بلوب 1 يا شباب، بلوب 2 هتتقفل، محدش هيقدر يدخل يعدل ولا يقدر يدخل يحذف ولا يقدر يعمل اي شيء لمدة 5 ايام. بس خلي بالك ان هي الستيتس انلوكت. يعني ايه؟ يعني مش متفعلة. انت اوكي كرييت ليها، ولكن علشان تفعلها لازم تقول له ايه، لوك. اقفل بقى البوليسي ديت. بعد ما تقول له لوك، شكرا، مفيش اي كائن من كان هيقدر يتعامل مع بلاب ديت بالتعديل او الحذف، حتى لو واخد فول اكسس، حتى لو ادمنستريتور على مستوى الادمنستريتور نفسه لمده 5 ايام. خلاص طيب هنقول له لوك. هيسالني هنا انت لازم تكونفيرم عمليه اللوك ديت، علشان بعد البوليسي ما تتطبق حضرتك مش هتقدر تتعامل مع البلاب ديت لا بالحذف ولا بالاضافه. هقول له ايوه confirm. هو طبعا هنا علشان الكابيتال ليتر ما بيقبلهاش. كده بقت لوك، كده بقت ايه، بقت لوك. طب اقدر اتعامل في ايه، اديليت؟ لا. افك اللوك؟ لا. طب اديت؟ قال لي انت ممكن تقدر تعدل، يعني بدل 5 ايام تقول له 3 او 2. لا، انت تعدل بمستوى اعلى،
لكن ما تنزلش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممنوع تقول له انا هعدل في الايام وتقول له ايه بدل 5 خليها 4، هيقول لك لا ما اقدرش والله، انت يا تدخل لي 6 يا تدخل لي 1000 يا حاجه اعلى من اللي انت دخلته لي اول مره. اوكي تمام كده، تمام. تعال نروح نجرب بقى بعد البوليسي دي، احنا عملناها على بلابتوب وانا داخل ادمنستريتور على فكره، يعني مش ادمنستريتور كمان، ده انا اونر، يعني ليا صلاحيات كامله. خلينا نقول كده، لو هنا مثلا وقفت على البلاب اللي انا عامل لها البوليسي كده وقلت له لو سمحت انا عاوز اديليت البلاب ديت علشان فيها حاجات بتضني انا، اوكي هنا بيحاول يديليت، هيقول لي ايه فيلد انا مش قادر اديليت لان هي بروتكتد فروم ديليتيشن في خاصه بال immutability بوليسي، حضرتك عامل بوليسي او معمول ليها بوليسي ان هي غير قابل للتعديل او الحذف. تمام كده يا شباب، وانا زي ما قلت لكم انا داخل باونر، يعني ليا صلاحيات كامله، لكن ممكن تقدر على فكره ممكن تقدر تضيف ليها، ما عندكش اي مشكله. يعني لو دخلنا كده وقلت له مثلا اني هابلود فايل جواها عادي جدا، ممكن اضيف، ممكن مثلا اخد الصورة ديت واقول له ابلود، هاي ابلود، ما عنديش اي مشاكل على الاطلاق. اوكي طيب ضفت اهو، ممكن احذف، ممكن احذف، خلي بالنا انا ضفت الصورة ديت صح، ممكن احذفها؟ لا. ليه؟ هقول لكم ليه. ديليت، شايف؟ لنفس السبب اللي ما خلانيش احذف البلوب كامله، هو نفس السبب ده انه الاميوتابل قافلها. طيب لو في بقى صوره او ملف، كل دي صور يعني، جوه البلوب قبل ما يتطبق عليه البوليسي، نخلي بالنا قبل ايه ما يتطبق عليه البوليسي، يعني في الملف ده موجود بتاريخ 2/8 والبوليسي متطبقه بتاريخ 15/8، هقدر اتعامل معاه؟ تعال نشوف، لو قلت له حذف هيحذف مفيش اي مشاكل نهائيا. فهمت يا شباب؟ يعني من تاريخ البوليسي ما حددها له ممنوع تعمل اي عمليه حذف، ممنوع اي تعمل اي عمليه تعديل بعد ما طبقت البوليسي، لكن الملفات اللي موجوده قبل كده انت ممكن تتعامل معاها. اوكي يا شباب؟ تمام. احنا كده المفروض ان احنا انتهينا من الاجزاء الخاصة بالبلاب، ولو في حاجة تانية ان شاء الله هنشوفها في الفيديوهات الجاية. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.